مشكل بس جاي وقطع. السلام عليكم. سلام. اهلا وسهلا خويا العلاء. كيف حالك؟ مزيان هاني. ناشط كل شيء زوين. الحمد لله. الله يحفظك لي يا خويا العلاء. اليوم انا والعالمي جينا بغينا نعطيكم يعني كيف كنقولوا نتعاونوا مع بزاف الناس ونتعاونوا مع دوك اللي مساكن دخلوا الفياطه تما كذلك ما عندهمش دايره بهذا الموضوع هذا بغينا نتعاونوا مع معلومه عطالينا الله تعلمناها كيف علموا لنا الحباب تاعنا بغينا حنا كذلك نعلموا لها. قلت لي سي وشاف كاين ما كيعرفش مثلا كيفاش يراهم ولا يقارنوا الاول ان شاء الله اليوم غادي هذا هو الحلقه الاولى ان شاء الله غادي نبقى غادي بحال هكا ان شاء الله يفهموا كيفاش يقدروا يقارنوا من روسه من الاول ان شاء الله حتى الاخر. ايه من الاول ان شاء الله العالمي في اي حاجه راه غادي نخلي لكم الرقم تماك اللي خدا شي توب وبغى تراومو بشي حاجه ما عرفاش كيفاش تراومو اللوينات اللي لاعبين واللوينات اللي كاينين يعني غتواصل مع العالمي كاع الى ما يعني ما عندها شي توب اخر ما عرفتش يعني غنعطيكم دابا غير فكره هو جاب لكم العالمي وجد لكم واحد الفكره يعني ثلاثه البياسات او اربعه البياسات غادي يراوهم لكم غادي يقول لكم عاوتاني باش تخيطوا الطريقه كيفاش يجي واللي يجي واللي ما يجي على بركه الله سيدي العالمي يعني غنبداو حبيبي نبداو يجبد بركتك السي شهاب ها هي خويا العالمي متنسيبش شهاب خديت مساهم هاد ايه انا سيدي نجيب لك هاد البلوغ هو السي العالمي هي دابا سيدي حبيبي بغيت دابا تراهم لينا هاد البلوغ على سبيل المثال خلينا من اللون في اللون كلشي عارفو دابا اي نخرجوا على اللون في اللون يعني نعيطوا على جده دابا في البلاد غادي ندير اللون في اللون خويا العالمي هذا بلور وحبيبي هذا اللون اللي فاجي لقيته ديالك لا لا يخطيك انا عارفك اخويا العالمي كطير في هادشي دابا البلوغ هو السي العالمي باش غنخيطها مثلا نديرو مثلا القطيب ولا البرشمان حيت يقدروا يجيو مثلا القطيب والبرشمان نص زين هادو معروفين اللي يقدروا زعما يجيو في المليفة وخلينا ما نطاويش شي راه بحر كبير باش نقدر ندير فيه اللي وصلنا يعني سوا بغيتي ندوي ليه العالمي من بعد عاوتاني سوا كذا نديرو ليه الحلاقة ديالو خاصة ما عندناش دابا نهضرو على الألوان زعما مثلا درنا القطيب ولا البرشمان شمنا زعما الوينة تقدر السيدة دير فيه واخا هاد السؤال انت طرحتي وانا نعاود نفس السؤال اخر العالمي بصيغة اخرى دابا هذا العالمي عجبني انا وبالنسبة للدرية صغيرة كتلعب 30 عام مثلا 35 حتى 28 اش من لون باش غتخيط هذا انا يعني يقدر دير لون مثلا كما قلت 30 عام نقدر دير لون سبلاش بحال نقدر نمشي مكان مثلا بالصومون نمشي معاك ندخل فيها مثلا الغوص في الشيا المهم الالوان نقدر زعما ندير فيها واش تعطيني شي مثال بحال دابا مثلا الحرير هذه الفكره البسيطه المتواضعه من اللي بغيت توري لينا اليوم عطيني شي حرير باش نراهم مثلا دابا مثلا الالوان نقدر ندير مثلا نقدر ندخل في هذا اللون هذا شوفوا معايا واللي عنده شي راي عاوتاني خلينا في كومونتير تماك مرحبا بكل شيء مرحبا بالجميع نقدر ندير في هذا اللون هذا يعني ما غاديش يبان في الكاميرا مزيان غوز هذا يعني راه هذا غوز والاخر اللي هز العالمي في اللون هذاك فيغدو وهذا راه كيبقى كما نقول ازرق لون الارض هذا الفلورو هذا اللون في اللون انا قلت زعما مثلا الا درنا القطيب ولا البرشمان نقدر مثلا نخدم بهذا اللون هذا اللون في اللون وهذا كيبقى بحال هكا مثلا ديك الفي اللي كتجي في الصدر هنا نص الطوق اللي كتجي في الكتيفه تقدروا نديرهم بهذا اللون هذا بهذا الغوص طيب ولا هذا اللون هذا يعني صراحه كيجي زوين هذا فكره ديالي كما كنقولوا الاقتراح ديالي انا وكيبقى الذوق ديال الكليانات هو زائد الفكره اخويا العالمي باش نكونوا كيف كنقولوا عاود ثاني حنا ماشي كنقولوا تجري في الالوان انت غير عطي الالوان ديالك اييه هذا السيريس العالمي تبارك الله عليك لا لا غير حيد هذا اللون كله يدير لكم اللونات حدا اخرين بلور عاود ثاني هذا اللون داز اخويا العالمي كتب لي عاود ثاني حاط واحد لامي هنا بليزستراس هو كذلك وحاط مع حاجة اللوينات قول لي عاوتاني حبيبي مثلا دابا هذا الله يرحم باك وضح لي اكثر وباش الكليير كيف كنقولوا للمشاهدين تما والمتتبعين وحتى اللي بغى تعرف شي حاجه في الخياطه قول لنا عاوتاني شنو كاين هنا عطاني العالمي هنا كيدار قفاطين وكيدار جليليبه هذا بليزستراس نزيدكم حاجه اخرى عاوتاني حنا راه مجمعين كل شيء واللي بغى توب الى عجبو عشقات ولا شي حاجه نبيعو له تبيعو له اخو العالمي ضروري حنا درنا دايرين توب هذه غير زعما حلول ديال الخياطه كاين صراحه كاين اللي كيسول سي بشاف كومونتير ولا في الواتساب كيفاش خديت هاد التوب كيفاش نخيطو واش من الموديلات اللي يقدر يجيو معنا حنا هنا كل مره ان شاء الله كل حلقه نديرو فيها الفكره باش الناس يستافدو لا من الخياطه ولا من الترام ولا من كلشي واخا عطيني هذا سيد العالم هذا سيدي مشعيب هذا مثلا قلنا غديرو جلابه الحضور ولا قفيطان ولا قميص للسيدة اللي بغات دير انا قلت زعما لا بغات دير مثلا لون في اللون هذا كيبقى كما قلنا اللي جبتها ولا يهز اللون فيغوز لونو حنا كنهضرو دابا على حساب الحرير اقتصادي يعني في الثمن ديالو حنا نديرو بحال هكا بغات مثلا تمشي على حساب هاد الوينات اللي كاينين هنا اللي ديال الحجر قرمو شي باش يبان لي مزيان بحال هكا هنا تقدر تمشي حتى لهاد اللون هذا حيت كاين في الحجر تركز على اللون في اللون واحد هو يكون يعني اساسي وهذا غادي يبقى يعني كاتيغرادي تمشي في التراسن ولا كاع دير التراسن اللون في اللون سامبل غادي يمشي غير في العقيدات بغيت تخرج لهاد الشيء كلشي يعني بحال هكا وديري دوز يعني مستقلي تقدر دير بحال هكا هنا كارتي نمشي معاه غزال بحال هكا كارتي في نفس الوقت الكوندون سقل عليك ايوا بحال هكا انا عندي السفيفه ولكن تقدر دير مع كاع ما ديرش اللي
نقدر نقول زعما اللي السيده اللي عامره قدر دير هاد السيفه بحال هكا عريضه ولا ضعيفه تقدر دير على السيفه اللي هي رقيقه شويه. واش هذاك التمر ديتي شاف بحال هكا لا كوموند هذه رجعات هذاك الشيء كما كنقول سيف شاف ما جاش ما غطاش لي هذاك الصدر ديالو ما قايبان فيها والو درت سيفه رقيقه بحال هكا خاص حد يكون حد جوار هنا غادي نسيب شي ولا غادي يشرح لنا شنو نقدروا نخيطوا فيها شنو نقدروا نديروها. واخا العالمي شكرا الله يكبر لك اخي العالمي. هذه بالنسبه كذلك هي زهره حتى هي كاين ما يدار فيها حتى الله الصحه العالمي راه قال داكشي اللي كاين وراه مازال كاين ما يدار. تواصلوا معنا كيف كنقولوا كنخليو الرقم ديالنا تحت في صندوق الوصف. اي استفسار اختي اي سؤال اي حاجه شاغله بالك اي خيار بغى يمثل عليك العلم مع الكار تواصلي معنا وغادي نعجبوك ان شاء الله وغتلقاي داكشي اللي بغيتي واللي تمنيتي وغتبقاي راضي. هذه زهره زهره سي كذلك راه شتو كيفاش تمشي دابا انت قلت زهره جاي من السيده رقيقه عامره كيفاش زعما هذه هي تجي مع كل شيء كيبقى غير على حساب كيف كنقولوا العالمي هما النيت اللي كنتعاونوا معاهم دابا كنعطيهم الافكار ديالنا غير على حساب الخياط الا كان خياط فنان وعرف اش يدير يعرف فين يحط الحاجه راه تجي الغليظه وتجي الرقيقه. والا كان خياط تقليدي ديال الوالدين كيف كنقولوا حنا داكشي اللي شادو خياط قديم داكشي اللي ورثو باقي كيعاود نفس الخدمه يعني ما حاولش يطور راسو ما بغاش يستافد وراسو قاسع وكبير كيف كنقولوا ما بغاش يتعلم راه غادي يقدر يعرب زاله. الا بغينا نهضروا على الفصاله بوحدها نخليوها بالاحسن واخا عالمي تنخليو حلقه تبقى خاصه بالنسبه للفصاله بوحدها. دابا نهضروا غير على الكارناج ديال اللوينات. اخا هنا اختي راه مخدومه بالكارتي بغيت تخيطها بالدوغي الا خيطتها بالدوغي اش غتجي غتجي شاعله يعني غتجي حامله غتجي طالعه يعني نقول انا الراي ديالي انا الذوق ديالي انا نقول لا غادي اللي بغات دير هذه الخدمه هذه كتكون شي وحده عروسه وباغا تبان بغا تخدم بالكارتي الكارتي لا طوندونس دابا يعني من الاحسن سيميو تخيطها بالكارتي يعني بحال هكا اييه يعني هاي كتجي غزاله ماشي تستيفو لهاد الزواق حنا كنعطيك غير الفكره الاول الاول بغيت تخيطي اختي كذلك تبع الارجونتي راه حيت هذا يقدر يخدم الارجونتي ولكن انا ما ننصحكش به في هذا الوقت الحالي ما ننصحكش به. بغيتي كاع ديري شي حاجه اخرى عاوتاني بحال شي ديال الحجر وديرها في نص طوق ولا شي حاجه هذا قالوا ممكن يعني تاخذوا بحال هكا هذا قالوا توا كتاخذي كذلك عاوتاني توا اللون في اللون وبغيت تخدمي غير في نص طوق تخدمي في نص طوق هتجي بغيت تخدمي غير بالماكينه تجي بغيت تخدمي بالليدرا هتجي. عندك شي سؤال واحد اخر شاغل بالك ولا شي حاجه غتواصلي مع الرقم ديالنا تحت راه نخليوه في صندوق الوصف ونوضحوا لك اختي اكثر ونشرحوا لك اختي اكثر يعني بغينا كل مره نديروا لكم مقطع يكون صغير باش يكون مقبول ونكونوا خفافين عليكم. واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه تواصل معنا وجميع اي حاجه شاغله بالك كتعلق بالعمل ديال العالم ديالنا والعمل ديالنا بجوج العمل والعالم هو ديالنا حنا راه مرحبا بك اختي راه حنا نتعاونوا معاك ونوصلوا لك اي حاجه حتى لعندك تقولي بركه وبصحتك وراحتك. عندك ما تضيف اخو العالمي ان شاء الله ديال الحلقه الاولى ان شاء الله وكل مره ان شاء الله غنديروا لوينات وكيفاش زعما نقدر نقاريهم ان شاء الله في هذا الفيديو حنا في هذا كما نقول هذا البرنامج اللي غنديروا هنا كاع الكليان اللي ما عرفش زعما كيفاش يراهم كيفاش خيط بغينا يستافد معنا وكما قلنا النقطه بنقطه ان شاء الله تفهموا كل شيء. بغيت نضيف حاجه اخرى عاوتاني السي مشعب راه خبير في الثوب اكثر من 40 سنه ديال الثوب يعني بالنسبه للثوب ولا الالوان يعني الكارناج يعني راه عالم بوحده. وبالنسبه للخياطه عاوتاني اكثر من 20 سنه يعني كنهضر على اكثر من 20 سنه ديال الخياطه تلاقينا ان شاء الله هنا بجوج هو عطاكم من العالم ديال التو ولا من العالم ديال الخياطه ان شاء الله نحاولوا نعطيكم شحال نستافدوا وغتشوفوا شي حاجه هنا اللي ما غتلقاوش في بلاصه اخرين وبارطاجيو كيف نقولوا هذه القناه ماشي هذا الفيديو بارطاجيو هذه القناه هذه يعني غتكون متنوعه وكل نهار جديد وكل نهار موضوع وكل نهار حلقه يعني ما غاديش نبقاو هنا غنخرجوا على بزاف د الحوايج اللي يعني يقدروا يفيدونا ويقدروا يلبوا لنا شحال ديال الحوايج اللي يعني خاصنا نصلحهم في نفوسنا. وتبارك الله عليكم خيرا وليس فضلا وفضلا وليس امرا جيم او بارطاج.